بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي اليوم بكم وبمحاضرة جديدة خاصة بالتعاقب والتآصر الكيميائي. التعاقب: المعنى العام للتعاقب هو وجود أواصر مزدوجة مفردة مزدوجة في الجزيئة، سواء كان المركب حلقي أو مفتوح. يلاحظ في هذه الجزيئة وجود أواصر مزدوجة تليها آصرة مفردة ثم آصرة مزدوجة إلى نهاية السلسلة. كما يمكن أن يلاحظ التعاقب أو يتواجد التعاقب في الجزيئات غير المفتوحة السلسلة، أي الجزيئات الحلقية كما موضح في هذه الجزيئة أو في حلقة البنزين. أما المعنى الدقيق للتعاقب فهو التداخل الجانبي لأوربيتالات P على ذرات الكربون أو ذرات أخرى متجاورة، وإن شرط حدوث هذا التعاقب هو وجود أوربيتالات P متجاورة ومتوازية، أي وجود أوربيتالات P على ذرتين متجاورة، ويشترط أن تكون هذه الأوربيتالات متوازية. يلاحظ في جزيئة البنزين هناك 6 أوربيتالات P متجاورة على ذرات كربون متجاورة، وجميع هذه الأوربيتالات متوازية، مما يسمح بتداخل هذه الأوربيتالات جانبيا. كما يمكن توضيح تداخل هذه الأوربيتالات عن طريق نيومان بروجكشن، مساقط نيومان، حيث يلاحظ أن جميع الأوربيتالات تكون متوازية، لذلك هذا التوازي سيسمح بتداخل هذه الأوربيتالات جانبيا وتكوين التعاقب. كذلك الحال بالنسبة للمركب الحاوي على 4 ذرات كربون، يلاحظ وجود 4 أوربيتالات P أوربيتال على كل ذرة كربون يكون موازي للأوربيتال المتواجد على الذرة المجاورة، وبالتالي ستعمل جميع هذه الأوربيتالات على التداخل جانبيا لتكوين أوربيتال جزيئي من نوع باي. هذا ما يلاحظ عند تمثيل هذه الجزيئة بمساقط نيومان. يلاحظ وجود جميع هذه الأوربيتالات بشكل متوازي، وبالتالي تداخل هذه الأوربيتالات جانبياً لتكوين أوربيتال جزيئي من نوع باي أو آصرة باي. أما في حال كانت الأوربيتالات غير متوازية فلا يمكن أن يحدث التعاقب. في هذه الجزيئة يلاحظ أن جميع الأوربيتالات الموجودة على ذرات الكربون غير متوازية، شبه متعامدة أو متعامدة، لذلك هذا التعامد لا يسمح بالتداخل الجانبي للأوربيتالات، أو هذا ما تمثله مساقط نيومان. يلاحظ وجود هذا الأوربيتال متعامد تقريبا مع محور هذا الأوربيتال، تالي عدم إمكانية التداخل الجانبي. أما في حال لو كانت جزيئة البنزين غير مستوية، فيلاحظ كل أوربيتالين متجاورة بالنسبة لذرات الكربون الثانية والثالثة والخامسة والسادسة، يمكن أن يحدث بينهما تداخل. أما أوربيتالات أو الأوربيتالات P المتواجدة على ذرة الكربون رقم 1 وذرة الكربون رقم 4 فلا يمكن أن تتداخل مع أوربيتالات P للذرات المجاورة، لا يمكن لهذا الأوربيتال أن يتداخل مع الأوربيتالين. كذلك بالنسبة لهذا الأوربيتال لا يمكن أن يتداخل مع هذه الأوربيتالات بسبب تعامد محور هذا الأوربيتال مع محاور الأوربيتالات المتجاورة، وبالتالي عدم إمكانية تكوين أوربيتال جزيئي من نوع باي. فالتعاقب الحاصل في مركب يحتوي على آصرة ثلاثية وثنائية مفصولة بآصرة مفردة يمكن أن يحصل بين أوربيتالين متوازيين فقط. فللآصرة المزدوجة تهجين sp2 وتمتلك أوربيتال p غير مهجن، أما ذرة كربون الآصرة الثلاثية فتهجينها sp وتمتلك أوربيتالين غير مهجنة من نوع p، أحدهما يكون موازي للأوربيتال P العائد لكربون الآصرة المزدوجة ويتداخلان معا أثناء التعاقب. أما الثاني فيكون متعامد مع الأوربيتال P العائد لكربون الآصرة المزدوجة،
لذلك لا يمكنه أن يشارك في عملية التعاقب، أي وجود آصرتين مزدوجة في جزيئة وبنفس الوقت توجد آصرة ثلاثية، ويمكن تمثيل هذه الجزيئة بمخطط الأوربيتالات الموضح. يلاحظ أن جميع الأوربيتالات الملونة باللون الأحمر والأزرق تتداخل جانبيا بسبب توازي محاورها. أما بالنسبة للأوربيتالات المرسومة باللون الأخضر العائدة للآصرة الثلاثية لإحدى أواصر باي للآصرة الثلاثية، فيلاحظ عدم اشتراكها بالتعاقب بسبب تعامد محور هذا الأوربيتال مع محاور الأوربيتالات التي مرسومة باللون الأحمر والأزرق. لذلك عند حساب عدد الأوربيتالات المتعاقبة في أي جزيئة، نفس السبب يمكن أن يلاحظ بجزيئة البريدين، حيث أن أوربيتالات بي الموجودة بشكل عمودي على مستوى الجزيئة جميعها تشترك بالتعاقب، أما أوربيتال SP2 الموجود على ذرة النيتروجين هذا لا يمكن أن يشارك بعملية التعاقب بسبب أن محور هذا الأوربيتال يكون متعامد مع محاور الأوربيتالات الستة الموجودة في جزيئة البريدين. ففي هذه الجزيئة يوجد تعاقب تام، والتعاقب يحصل بين أكثر من نوع من الأواصر المزدوجة والثلاثية. ففي هذه الحالة عند حساب عدد الأوربيتالات المشتركة بالتعاقب هذا، فيتم حساب آصرة واحدة لكل آصرة ثلاثية، ولا يتم حساب آصرة AP للآصرة الثلاثية، وإنما يتم الاعتماد في الحساب على آصرة واحدة، وذلك لعدم اشتراك إحدى هذه الأواصر بالتعاقب الموجود في الجزيئة. التآصر الكيميائي، وضعت عدة نظريات لتفسير كيفية تكوين الأواصر التي تربط الذرات في الجزيئة الواحدة، ومنها نظرية آصرة التكافؤ (Valence Bond Theory). تتكون الآصرة حسب هذه النظرية من خلال اقتراب ذرتين من بعضهما، كل واحدة من هذه الذرات محتوي على إلكترون مفرد في أوربيتالها التكافئي، وبالتالي ازدواج هذه الإلكترونات ضمن أوربيتال واحد مكونة الآصرة، حيث تكون هذه الإلكترونات منجذبة إلى نواتي الذرتين المتداخلة والمكونة للآصرة. مثال ذلك تكوين جزيئة الهيدروجين من خلال تداخل الإلكترون المفرد والواقع في أوربيتال 1s لذرتي الهيدروجين، أي وجود إلكترون واحد بالغلاف التكافؤي لذرة الهيدروجين يتم تداخله مع ذرة هيدروجين ثانية تحتوي في غلافها التكافؤي على إلكترون مفرد، وبالتالي تكوين جزيئة تحتوي على ذرتي هيدروجين ترتبط مع بعضهما البعض عن طريق تكوين آصرة ناتجة من تداخل الإلكترونات المفردة في الذرات المتداخلة. يكون الأوربيتال في جزيئة الهيدروجين ذو شكل طولي بيضوي، ولو تم تمرير مستوى تناظر بمركز الآصرة لكان الشكل الناتج دائري، وهذا دليل على كون شكل الآصرة في جزيئة الهيدروجين اسطواني متناظر، وتدعى مثل هذه الآصرة بآصرة سيجما. فعند تقارب نواتي ذرتي الهيدروجين من بعضهما بقوة ستتنافر النواتين مع بعضهما بسبب تشابه شحنتيهما، وعندما تكون بعيدة جدا من بعضهما فلن تتمكن الذرتين من مشاركة إلكتروناتها. من ذلك يمكن أن نستنتج أن هناك قيمة مثلى للمسافة بين النواتين لا تتنافر فيها النواتين، ويكون بإمكانها مشاركة الإلكترونات، وبالتالي استقرارية عالية للجزيئة، وتدعى هذه المسافة بطول الآصرة، حيث تكون للهيدروجين، أي أن طول الآصرة لجزيئة الهيدروجين هي 74 بيكوميتر، ولكل آصرة تساهمية طول وقوة مميزة لها، وهذه تعتمد على الذرات المتآصرة. يمكن توضيح هذا الكلام عن طريق مخطط التداخل، أو عن طريق
مخطط المسافة بين ذرات الهيدروجين المتداخلة مقابل الطاقة، حيث يلاحظ أنه عند تداخل الذرتين حيث ستتنافر الذرتين بسبب تشابه شحنتي نواتيهما. أما في حال كانت المسافة بينهما مسافة طبيعية، سيلاحظ أن طاقة الجزيئة، أي ستمتلك هذه الجزيئة استقرارية عالية. أما في حال ابتعاد الذرتين عن بعضهما البعض بمسافة أكثر من المطلوب، فلن تتمكن الذرتين من تكوين الآصرة. أما النظرية الثانية فهي نظرية الأوربيتال الجزيئي Molecular Orbital Theory. تنشأ الآصرة حسب هذه النظرية من خلال الدمج الرياضي للأوربيتالات الذرية للذرات لتكوين أوربيتال جديد يدعى بالأوربيتال الجزيئي، وهذا هو سبب تسميته بالجزيئي. يصف الأوربيتال الذري احتمالية وجود الإلكترون ضمن حيز معين في الفراغ. أما الأوربيتال الجزيئي فإنه يصف احتمالية وجود الإلكترون ضمن حيز معين في الجزيئة. يمتلك الأوربيتال الجزيئي حجم وشكل معين وطاقة معينة. ففي جزيئة الهيدروجين على سبيل المثال يوجد أوربيتال 1s في كلا الذرتين مشغول بإلكترون مفرد، حيث تندمج هذه الأوربيتالات الذرية مكونة أوربيتالين جزيئيين. يتم اندماج الأوربيتالات الذرية بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة الدمج الجمعي للأوربيتالات الذرية. تتضمن هذه الطريقة اندماج الأوربيتالات وتكوين أوربيتالات جزيئية أقل طاقة من الأوربيتالات الذرية المندمجة، تدعى بالأوربيتالات الجزيئية التآصرية Bonding Molecular Orbital. ويعود سبب تسميتها بالتآصرية إلى أن الإلكترونات المكونة للآصرة تقضي معظم وقتها بين نواتي الذرتين ولا تحتوي على عقدة، كما وتوصف طاقة هذه الأوربيتالات بالرمز الإغريقي ساي، ويدعى الأوربيتال المكون لآصرة سيجما حسب هذه النظرية ب سيجما بوند موليكولار أوربيتال. أما الطريقة الثانية التي تنتج عنها الأوربيتالات الجزيئية فتسمى بطريقة الدمج الطرحي للأوربيتالات الذرية، حيث تتضمن تكوين أوربيتال جزيئي ذو طاقة أعلى من الأوربيتالات الذرية المكونة للجزيئة، تدعى بالأوربيتالات الجزيئية ضدية التعاصر Anti-Bonding Molecular Orbitals. ويعود سبب تسميتها بضدية التعاصر إلى أن الإلكترونات لا تشغل المنطقة الواقعة بين نواتي الذرتين ولا تشترك في التعاصر بينهما، وبذلك تكون مثل هذه الجزيئة محتوي على عقدة نود. توصف طاقة هذه الأوربيتالات بالرمز الإغريقي Psi Star، ويكون شكل الأوربيتالات الجزيئية من هذا النوع مشابه لكرتين متصلة ببعضهما من نقطة واحدة. يمكن توضيح طريقتي تكوين الأوربيتال الجزيئي عن طريق تداخل أوربيتالي 1s لذرتي هيدروجين، حيث أن تداخل هذه الأوربيتالات يؤدي إلى تكوين أوربيتال متآصر وأوربيتال مضاد للتآصر. الأوربيتال المتآصر أو يرمز له بالرمز إبساي، أما الأوربيتال المضاد للتآصر يرمز له بإبساي ستار. يلاحظ بالنسبة لتداخل أوربيتالي وين أس لذرتي الهيدروجين تكوين أوربيتال تآصري من نوع سيجما، ويلاحظ تواجد الإلكترونات الآصرة بين نواتي الذرتين، وسيكون هذا الأوربيتال أقل طاقة من أوربيتالات 1s التي تداخلت. أما النوع الثاني فيمثل إبساي ستار، أي هناك إبساي ستار أي تكوين أوربيتال مضاد للتآصر، وبالتالي سيحتوي على مستوى عقدة، أي وجود عقدة بين الأوربيتالين. من الملاحظات المهمة إن الأوربيتالات الجزيئية المتكونة بنظرية الأوربيتال الجزيئي تساوي عدد
الأوربيتالات الذرية المتداخلة. يلاحظ في هذا المثال تداخل ذرتي هيدروجين أو تداخل أوربيتالي ذريين، نتج عنه أوربيتالين جزيئيين، الأول متآصر ويكون أقل طاقة من الأوربيتالات الذرية المتداخلة، أما الثاني فيكون أعلى طاقة من الأوربيتالات الذرية المتداخلة. ليس فقط اندماج أوربيتالات S تنتج أوربيتالات جزيئية متآصرة وضدية التآصر، وإنما يمكن أن تتداخل أوربيتالات من نوع P جانبياً لتنتج أوربيتالات متآصرة وضدية التآصر من نوع باي، وهذا ما يوضحه الشكل التالي. يلاحظ وجود أوربيتالي P يمكن أن تتداخل جانبياً لتكوين آصرة باي. عدد الأوربيتالات المتداخلة يساوي 2، وبالتالي سيكون هناك أوربيتالين جزيئية، الأول المتآصر والذي يرمز له بالرمز بساي يكون أوطأ طاقة من طاقة الأوربيتالات الذرية المتداخلة، أما الثاني فيكون مضاد للتآصر بساي ستار، سيكون أعلى طاقة من طاقة الأوربيتالات الذرية المتداخلة. في هذه الحالة يلاحظ عدم وجود مستوى عقدة بالنسبة للأوربيتال المتآصر، وبالتالي سينتج لدينا آصرة باي. أما في الأوربيتالات ضدية التآصر فستنتج لدينا مستوى عقدة. أما المركب المحتوي على آصرتين مزدوجة متعاقبة فيحتوي على 4 أوربيتالات جزيئية، 2 منها متآصرة طاقتها تكون أقل من طاقة أوربيتالات بي الذرية المتداخلة ويرمز لها بالرمز ساي 1 ساي 2، و2 غير متآصرة تدعى بالأوربيتالات المضادة للتآصر وتكون طاقتها أعلى من طاقة الأوربيتالات بي الذرية المتداخلة ويرمز لها بالرمز ساي 3 ستار ساي 4 ستار. في حال وجود جزيئة تحتوي على آصرتين مزدوجة متعاقبة، هذه الآصرتين تنتج عن طريق تداخل 4 أوربيتالات من نوع P جانبياً، أوربيتالات ذرية من نوع P، وبالتالي سيكون لدينا 4 مستويات طاقية بالنسبة للأوربيتالات الجزيئية، 2 من هذه المستويات الطاقية ستكون طاقتها أقل من طاقة الأوربيتالات الذرية المتداخلة وتدعى بالبوندينج أي الأوربيتالات المتآصرة، مستويين طاقيين طاقتهما أعلى من مستوى الأوربيتالات الذرية المتداخلة وتدعى بالأوربيتالات المضادة للتآصر. يلاحظ أنه كل مستوى من هذه المستويات يرمز له برمز، فالمستوى الأول أو الأوطأ طاقة يسمى بساي 1، أما المستوى الذي يليه فيسمى بساي 2 بالنسبة لمستوى البوندينج. أما الأنتي بوندينج فأول مستوى فيه يرمز له بالرمز بساي 3 ستار، أما الأخير فيرمز له بالرمز بساي 4 ستار. يلاحظ في المستوى الأول عدم وجود مستوى عقدة، وذلك بسبب تساوي أو تشابه الدالة الموجية للأوربيتالات الذرية، بسبب تساوي الدالة الموجية للأوربيتالات. أما بالنسبة للمستوى الثاني فيلاحظ وجود مستوى عقدة بين يفصل كل أوربيتالين عن بعضها. مستوى العقدة معناه وجود عدم تشابه بين الدالة الموجية للأوربيتالات المتجاورة. يلاحظ في هذا الأوربيتال أن الفص الأسفل أحمر والفص الأعلى أزرق، مجاور لي الأزرق مجاور لأحمر والأحمر مجاور للأزرق، أي أن هناك فصل أو عدم تداخل لهذه الأوربيتالات، وهذا عدم التداخل يدعى بالنود أو العقدة. بالنسبة لأول مستوى للأنتي بوندينج يرمز له بالرمز بساي 3 ستار ويلاحظ وجود مستوى عقدتين، أما لبساي 4 ستار فيوجد 3 عقد موجودة بين أوربيتالات P المكونة لهذا المستوى.
كما يمكن التأكد من عدد العقد الموجودة في كل مستوى من هذه المستويات، يمكن أن يتم أخذ الرقم المجاور لإبساي وطرح منه الرقم واحد، وبالتالي ينتج لدينا عدد العقد الواجب وجودها في هذا المستوى. فالمستوى إبساي 1 يتم طرح رقم واحد من الرقم المجاور لإبساي، ويلاحظ أن الناتج صفر، أي لا يوجد في هذا المستوى مستوى عقدة. أما إبساي 2 فيتم طرح رقم واحد من الرقم 2 والناتج يكون واحد، أي وجود عقدة واحدة، وهكذا بالنسبة لباقي المستويات الطاقية. هناك مصطلح يسمى بالفرونتير أوربيتال أو الأوربيتالات المتاخمة، تسمى الهومو واللومو. الهومو مصطلح لـ High Occupied Molecular Orbital، أي أعلى مستوى طاقي موجود بالمشغول بالنسبة للأوربيتالات، بالنسبة للأوربيتال البوندينج. و LOLUMO لومو وهو مختصر لـ Low Unoccupied Molecular Orbital، تدعى بهذه الأوربيتالات بالأوربيتالات المتاخمة، ولومو أي هو أقل مستوى طاقي متواجد بالمستويات غير المتآصرة. يمكن أن نستفاد من تناظر أوربيتالات هذه المستويين أو الأوربيتالات الفرونتير أوربيتال في حل العديد من معادلات أو تفاعلات أو تفسير تفاعلات البيريسايكليك ريأكشنز أو التفاعلات التوافقية. أما في حال كانت لدينا في جزيئة ثانية مثلا ثلاثة أواصر مزدوجة متعاقبة، فهذه الأواصر الثلاثة تنتج عن طريق تداخل ستة أوربيتالات ذرية جانبيا، وبالتالي ستكون لدينا ستة مستويات طاقية، ثلاثة منها أقل طاقة من الأوربيتالات الذرية المتداخلة، وثلاثة منها تكون أعلى طاقة من الذرية المتداخلة. كما مر معنا سيتم ترقيم هذه المستويات بساي 1 بساي 2 بساي 3 بساي 4 ستار بساي 5 ستار بساي 6 ستار. الثلاثة الأولى تقع ضمن البوندينج أوربيتالز، أما الثلاثة الأخيرة فتقع ضمن الأنتي بوندينج أوربيتالز. الهومو في هذه الحالة سيكون هو ساي 3 بسبب وجوده كأعلى مستوى طاقي مشغول بالأوربيتالات ضمن البوندينج أوربيتالز. أما اللومو فسيكون ساي 4 ستار بسبب وجوده كأوطى طاقة موجود ضمن الأنتي بوندينج أوربيتالز. نلتقي بكم أعزائي الطلبة في محاضرة قادمة إن شاء الله.